علم استقصاء بقى، يبقى عارف كل حاجة دي. لين يرقات جمبري دي بيرقات كابوريا ودي يرقات تانية. لو تسألني ما اعرفش، يمكن تجيب مجموعة علماء عشان يعرفوا دي تبقى ايه، هتبقى ايه يرقة ايه دي. خمسين ألف مصنف جوه نقطة مية، ده شمع البحر بارنكل اسمه. لما يكتمل نموه يبقى بالشكل ده، يثبت نفسه على الصخور ويقعد يلتهم كل أثر لأي حياة تعدي حواليه. يهبش، عمال يهبش 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 وياكل يهبش وياكل. ده اسمه شمع البحر بارنكل، وده القنديل الجميل. شوفوا شكله زي الأباجورة ازاي. يرقات الأسماك بتيجي تتضلل فيه. شوف السمكة الصغيرة داخلة بتتضلل فيه ازاي، داخلة تحتمي بيه ما ياكلهاش. تلاقي بعض الحيوانات لها أصدقاء خشوا يلعبوا جوه السغماية وما ما يحصلش عدوان. انت اخويا حبيبي اوعى تاكلني، فخلاص يبقى في صحوبية. بينما اي شفنا دودة البحر ازاي اتاكلت. كل دي انواع من اليرقات والكائنات تحتاج لعالم متخصص. ده اسمه الكوبر بود. شوف عينه الحمراء دي، له عين حمراء كده عجيبه، عماله تبرق دي وتتهز دي، حاجه غريبه قوي. دي البازيلاريا اللي هي الخلايا المصطفى على شكل حصيره، ولها حركة انزلاقية بديعة غريبة العلماء مش عارفين بتحصل ازاي. يرقة ثانية، يا عالم دي هتبقى ايه لما تكبر، مرحلة تطورية في ايه، هتوصل لايه، بيضة ايه مثلا، ما حدش عارف. يعني دي بيقول لك دي تعوز عالم، وعالم كبير، والعالم الكبير برضه يتوحش. يجي ساعات قدام حاجة اقول لك والله مش عارف، خليها كده في المحضن في المحضن لغاية اما تكبر يمكن نعرفها. شيء عجيب. يعني حقيقة متحف. قطعا اللي شافوا حلقات كتير عن الخلايا هتبقى الفيلم ده بالنسبة لهم قاموس ومرجع، لأنه بيقدم مجموعة حقيقي متحفية من أنواع الخلايا والكائنات في مية البحر وفي الماء العذب. وده كله في نقطة. شيء غريب. أنا سئلت أكثر من مرة، ماذا لو استطاع العلماء أن يخلقوا خلية حية؟ أنا بقول ده مستحيل، لسبب، لأن الخلية الحية ليست شيئا. ده الخلية الحية دي مؤسسة، جمهورية، دولة، كون، أوضة واحد على ألف من الملي فيها عشرات الألوف من المصانع للتخليق الكيماوي، فيها مخازن للمنتجات
فيها جهاز لصرف العوادم السائلة والعوادم الصلبة، فيها جهاز لتزويب الشوائب والقاذورات ولتزويب الخلية إذا ماتت أو تزويب الميكروبات المعتدية، فيها وسائل حركة، فيها قنوات ومجاري تمشي فيها السوائل الحية، فيها نواة في وسطها هي بذاتها معجزة. رئيسة مجلس إدارة، إدارة هيمنة، عقل إلكتروني، مركز أرشيف ومستندات، وجوه النواة جوه النواة فيه اللوح المحفوظ اللي فيه صفاتك وقدرك وطولك وعرضك وأمراضك وعيوبك وكل اللي هيجرى لك، مكتوب بالشفرة بتاعة الدي ان ايه، أصغر من ان اي ميكروسكوب يشوفه. وبعدين في جدار مش عارف مرسوم ومنحوت شغل سيرياليزم، وفي غشاء اكنه هيئه استعلامات، غشاء الخليه نفسه هيئه استعلامات، فتش على الداخل والخارج، ده يسمح له ده ما يسمحلوش، ايه ده كله؟ دي ما تبقاش بقى الخليه دي شيء، لا، الخليه دي معمار، الخليه دي مؤسسه جمهوريه، دوله، كون، وكون فيه قيم، فيه قيم، لأن هذه الخلية أثناء حركتها بتندفع نحو الصالح تعمله والشيء الضار تهرب منه، ولما دي قيمة برضه إحساسها بالضار والنافع، اتجاهها نحو النافع وهربها من الضار، فأكن المسألة هنا إن الخلق المركب ده اللي اسمه الخلية في النهاية ده كون بيتحرك جواه قيم وجواه فطرة إرشادية بترشده. يبقى ما هوش حكاية يقول لك ماذا لو خلق العلماء خلية حية، يخلقوا ايه؟ هي ده شيء ممكن، والعلماء يخلقوا مواد عضوية، يخلقوا بروتينات، يخلقوا نشويات دهنيات بتاع، لان دي مواد بلورات، يعني مواد عضوية، يعني ممكن يخلقوا فيها زي اشياء في حكم المادة، انما ده فرق كبير جدا بين بجزء بروتين ولا مش عارف جزء نشويات ولا جزء ولا جزء سكريات ولا دهنيات ولا، وبين الخلية الحية. الخلية الحية دي حاجة تانية خالص، كون قائم بذاته، وبعدين فيها لغز الحياة نفسه، الحياة ليست مجرد شيء، الحياة دي كينونة، عالم له كيان، والعالم ده بيدافع عن نفسه وبيتكاثر وبيدافع عن بقائه ويرفض الذوبان في اي عالم تاني. الله، دي مش حكايه بقى بروتينات ولا دهنيات ولا، لا، فالامر ده مستحيل، وينطبق عليهم الايه التحدي، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ربنا قال آية التحدي دي من 1400 سنة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والتحدي ده قائم إلى أن تقوم الساعة، وينطبق على كل أنواع الخلق المركب. ربنا ادانا مثال بالذبابة، الذبابة نوع من الخلق المركب، لكن ده ينطبق الآية دي على كل أنواع الخلق المركب، ومن ضمنها الخلية الحية، لأننا شفنا أن الخلية الحية لما تأملناها في تفاصيلها ما وجدناهاش شيء، هي ليست شيء، ما هوش رجل كرسي مثلا، حي رجل أربع رجلين وتعمل قرصة وتعمل بتاع، لا، ده عالم قائم بذاته، مؤسسة فيها الموظفين وفيها رئيس مجلس الإدارة وفيها المخازن وفيها العهدة وفيها شغلانة، يعني ومكانات فده مسألة ثانية خالص، دي ينطبق عليها آية التحدي، وإلى أن تقوم الساعة لن يخلق العلماء هذه الخلية الحية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.